لقد أرضعت شقيقها الأصغر منذ 29 سنة، ووالدتها أرضعت ابنتها الكبرى وابنها الكبير عدة مرات، ويريد ابنها الصغير أن يتزوج من ابنة أخيها الذي هو خال الابن، وابنها هذا لم يرضع من جدته، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟ لا مانع من ذلك، ما دام هذا الصغير لم يرضع من جدته فإنه لا مانع من ذلك، بشرط أن لا تكون البنت رضعت من أمه، شرط أن لا تكون البنت رضعت من أمه، فلا هو رضع من جدتها ولا هي أيضا رضعت من أمه، حينئذ لا مانع من التزاوج بينهما.